هاي، أنا زينة صوفان. هل أنت جاهز لوضع ميزانية مالية؟ أحضر ورقة وقلما وأجب بنعم أو بلا على هذه الأسئلة الخمسة. هل لديك لائحة مفصلة بكافة مصاريفك؟ عظيم! على مدى 3 أشهر دون كل ما تقوم بإنفاقه لتصبح لديك هذه اللائحة. هل لديك لائحة بكافة بنود إنفاقك؟ ممتاز! حتى لو كنت تحفظ هذه البنود عن ظهر قلب، عليك بتفصيلها وكتابتها. ثالثاً، هل قسمت بنود الإنفاق إلى إنفاق ثابت وإنفاق متحرك؟ دعني أخبرك عن الفرق بين النوعين. الإنفاق الثابت هو ما تسدده من إيجار أو أقساط مدرسية أو قسط السيارة وغيرها، بينما المصاريف المتحركة هي تلك التي تنفقها على أغراض مثل التسوق أو الرفاهية أو السفر أو الرياضة. هل تعرفت إلى البنود التي تسبب نزيفاً مالياً في حياتك؟ هل قسط المنزل يثقلك بدرجة تمنعك من الوفاء بسائر التزاماتك فتضطر إلى مراكمة الديون؟ هل قسط السيارة يفعل ذلك؟ عليك إعادة النظر بجدوى التعلق بهذه الأصول أو الأغراض. أخيراً، هل ربطت ميزانيتك المالية بأهداف مالية؟ رائع! لعلك تريد شراء بيت أو الاستعداد للتقاعد أو تأمين أقساط جامعة أولادك. ممتاز! لم تربط ميزانيتك المالية بأهداف مالية؟ انتبه، فأحد أهم أسباب نجاح الميزانية المالية هو ارتباطها بأهداف أبعد مدى تجعل للادخار معنى وتجعل للالتزام والانضباط المالي هدفا أسمى. أتركك مع هذه الأفكار وألتقيك في أسئلة 5 جديدة. أنا زينة صوفان.